دراسة أمريكية أجراها أطباء مختصون توضح أن شهر ديسمبر له تأثير على فترة الحمل وصحة المولود، والعديد يتساءل كيف ذلك. أشار الأطباء في الدراسة التي أجروها إلى أن ديسمبر كونه شهر إجازات ينعكس على الحالة النفسية والمزاجية للمرأة، كما أن برودة الجو تساعد المرأة على الحركة والنشاط الذي يكون له تأثير على نمو الجنين بطريقة صحيحة حتى بالنسبة للتغذية. فالمرأة الحامل تقبل على الطعام وبالأخص مع الأهل والأقارب، وكل ذلك أيضا ينعكس على الجنين. فما هي صحة هذه الدراسة؟ هل شهر ديسمبر له تأثير على الحمل وصحة المولود؟ أهلا بكم مشاهدينا للحديث أكثر عن هذه الدراسة. دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم وأطفال الأنابيب والمساعدة على الإنجاب. ومساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور. بداية، وش تعليقك على هذه الدراسة وليش اختاروا بالذات شهر ديسمبر غير عن كل الفصول؟ في الحقيقة الدراسة هذه دراسة يعني تعتبر من أكبر الدراسات التي أجريت على الفصول ونسبة الحمل. الدراسة كانت من جامعة إنديانا في أمريكا، أجريت على مدى 12 عاما، وكان عدد الحالات التي عمل لها تحليل إحصائي 52 مليون حالة. لم تكن حصرا في شهر ديسمبر، كانت حالات الحمل بشكل عام. وجدت الدراسة وخلصت إلى أن نسبة الحمل في شهر ديسمبر تعتبر من أعلى النسب خلال العام. قد يكون السبب في ذلك لعدة عوامل، منها عوامل مناخية ومنها عوامل اجتماعية. أما بالنسبة للعوامل المناخية، برودة الطقس تقلل من كمية فقد السوائل في الجسم، فمستوى الهرمونات في الجسم يكون ثابت لدى المرأة ولدى الرجل، فتزداد خصوبة المرأة، تزداد جودة البويضات. بالنسبة للرجل كذلك تزداد له الرغبة في إقامة العلاقة الزوجية. كذلك كما نعلم أن الجهاز التناسلي لدى الرجل يتأثر بالحرارة، لذلك وجد الجهاز التناسلي للرجل خارج الجسم للحفاظ على درجة برودة أعلى من درجة حرارة الجسم. في أثناء فصل الشتاء عدد الحيوانات المنوية، حركتها، جودتها كلها ترتفع، فنسبة الخصوبة ترتفع. من الناحية الاجتماعية، قد تكون الدراسة أجريت في أمريكا أثناء شهر ديسمبر، هو فترة الأعياد لديهم وفترة إجازات. بحكم انشغالهم في العمل قد لا يلتقي الزوجين بشكل متكرر. في شهر ديسمبر يكون الوضع مهيئا لالتقاء الزوجين بشكل متكرر، الأجواء مساء لا تساعد على الخروج، فترة الليل تكون طويلة جدا، تتعدى فيها ساعات الليل أكثر من 16 ساعة. فكل هذه العوامل ساعدت على أن يكون نسبة الحمل في شهر ديسمبر هي من أعلى النسب خلال العام. طب معناته أنه هذا كله هل ينطبق على العالم العربي اللي عندنا؟ في نواحي نعم ينطبق، وفي نواحي أخرى لا ينطبق. من ناحية التغيرات الفسيولوجية في الجسم، ومن ناحية جودة الحيوانات المنوية بسبب درجة البرودة وعدم وجود حرارة زائدة، نعم. بالنسبة لنا لا توجد دراسة مقننة في هذا الموضوع، لكن ملاحظة شخصية أن نسبة الحمل لدينا في دول الخليج العربي في شهر جون وجولاي وأغسطس هي من أعلى النسب لسببين رئيسيين. أعز السبب الأول هو موسم الزواجات، فتزيد نسبة الحمل لأنه عدد الزواجات تكون أعلى. الشيء الآخر هو فترة إجازة لدى معظم العوائل في دول الخليج، فيزداد عدد الالتقاء بين الزوجين، يتفرغون لبعضهما، فتكون هناك فرصة الحمل أعلى بالتأكيد. طيب دكتور، هل فعلا يعني عامل البرودة الجو تساعد على الحركة والنشاط للسيدة الحامل؟ هناك شيء مهم. الدراسة أجريت في عدة مناطق، بعض المناطق الأمريكية قد تكون مقاربة لأجوائنا في دول الخليج. فصل الصيف قد لا يساعد الشخص على الخروج أو ممارسة رياضة المشي على سبيل المثال، لكن في فصل الشتاء خصوصا في بعض الأيام عندما تكون الشمس مشرقة يكون الجو مناسبا جدا لممارسة رياضة المشي، فبالفعل هو يساعد. كذلك بالنسبة لنوعية الغذاء،
التي يتلقاها الإنسان في فصل الشتاء تكون فيها متنوعة أكثر من فصل الصيف. في فصل الصيف الإنسان يبتعد عن بعض المأكولات ويركز أكثر على المأكولات الخفيفة. في فصل الشتاء قد يتجه إلى بعض المأكولات، إلى بعض البروتينات، الدهنيات المهمة جدا لخصوبة المرأة والرجل ولجودة أو صحة المولود. طيب مدام قلت صحة المولود دكتور، هل برودة الجو يأثر على الجنين؟ بشكل مباشر لا. الدراسة عندما فندت والباحثون عندما فندوا الأسباب عزوا صحة الجنين في نهاية الحمل إلى سببين رئيسيين. السبب الأول أن بداية الحمل تكون في شهر ديسمبر، في مناطق أوروبا وأمريكا يشتهرون بالزراعة، ففي شهر جون يكون هو من أعلى الشهور رشا للمبيدات، فيتوقع الباحثون أن المبيدات الحشرية قد يكون لها سبب في التأثير على صحة المولود. السبب الآخر عندما تحمل الأم في شهر ديسمبر، هذا يعني أنه على شهر 5 ميلادية، شهر مي وجون وجولاي وأوغست، سوف تتعرض الأم لكمية كافية من أشعة الشمس. فيتامين دال يرتفع لديها بكمية عالية، ينعكس إيجابا على صحة المولود وعلى جهازه العظمي. هكذا لخصت الدراسة هذا الموضوع. طيب معروف دكتور أنه فصل الشتاء أكيد إحنا نأكل كثير في الفصل، طب ما بالك إذا كانت المرأة حامل، هل فعلا تأثرت هذه الدراسة، ناولت هذا الجانب؟ نعم، معروف أن في الظلام السيروتونين في الدماغ ينخفض لدى جميع البشر. السيروتونين مسؤول جدا عن حاجتين مهمتين في الجسم، الأولى حالة المزاجية والشيء الآخر نسبة الشبع. فمع انخفاض السيروتونين يقبل الإنسان على الأكل. نحب أن ننبه أن كمية الأكل لا تعني بالتأكيد صحة المولود، نوعية الأكل هي التي توصلنا إلى صحة مولود يكون في حالة صحية جيدة. يجب أن نركز على النشويات، على اللحوم، على البروتينات، على الخضروات، على الفواكه، أكل متنوع. نحاول أن نستغل هذه الفرصة في أكل متوازن لا ينعكس سلبا على صحة الأم الحامل، لا يزيد نسبة الضغط لديها، لا يرفع نسبة السكر، بالتأكيد يعطي الطفل الأشياء الأساسية التي يحتاج إليها. كمان دكتور يعني في دراسات تقول إنه الاكتئاب يصاحب فصل الشتاء. طيب إذا كانت المرأة حامل إيش المدى هذا يكون عليها؟ بالتأكيد كما أسلفت، السيروتونين عندما ينخفض نتيجة الظلام في فصل الشتاء ينعكس على الحالة المزاجية. هناك فرق بين حالات الاكتئاب مع الحمل وبين اختلاف المزاج أو تعكر المزاج. تعكر المزاج يختلف تماما عن حالات الاكتئاب. الدراسة التي أجريت في جامعة لندن أونتاريو في كندا، تعليق الوحيد عليها أن الدراسة كانت في منطقة واحدة، ونعرف أن كندا من أكثر الدول تتعرض لفترات ظلام طويلة في فصل الشتاء. لم يأخذوا أكثر من منطقة، هذا بالجانب الأول. الجانب الثاني أن عدد العينة وعدد المرضى الذين خضعوا لهذه الدراسة عينة محدودة، ونعرف إحصائيا أنه كلما زاد عدد العينة كلما كانت النتائج أصوب. دكتور احنا تكلمنا عن فصل الشتاء، طيب تأثير المواسم السنة كلها لها تأثير من فصل لفصل يختلف؟ نعم، مواسم السنة تختلف في الحالة الفسيولوجية للجسم. كما أسلفت نسبة الهرمونات مهمة جدا لجودة البويضة وجودة الحيوان المنوي، كذلك الحيوان المنوي تأثره سريع جدا بنسبة الحرارة. في فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة لدينا مقاربة للخمسين درجة مئوية، فبالتأكيد هذا له تأثير سلبي على الحيوان المنوي. ننصح دائما ببعض التعليمات بأن الإنسان يبتعد عن الحرارة الزائدة، عدم لبس الملابس الضيقة، هذه قد تساعد على مساواة النسبة خلال السنة كاملة. طيب قبل الهواء قبل ما نطلع لفت نظري سؤال، يعني علاقة أو المولود بتاريخ الميلاد، إيش العلاقة اللي ممكن تكون بينهم؟ طبعا نعرف أن المولود يتأثر بالجو المحيط حوله. صحة المولود تعتمد على المحيط وعلى المناخ. على سبيل المثال عندما يكون المولود ولد في شهر 4 أو 5 ميلادية، هذا يعني أن المولود سوف يكون في شهر 5 و6 و7 و8، هذه أشهر معتدلة الجو لا يتعرض فيها إلى حالات تقلب الطقس، إلى حالات نزلات البرد، التهابات الشعب الهوائية، كذلك يأخذ كمية كافية من فيتامين دال، هذا شيء مهم جدا للمولود. المولود الذي يولد في فصل الشتاء يكون
عرضة أكثر لالتهاب الجهاز التنفسي. الشيء الآخر أن فيتامين د يكون منخفض لديه. ننصح دائما المواليد حتى في فصل الشتاء ليس من الضرورة أن تكون أشعة الشمس مباشرة، وقد تكون من خلال زجاج أو قد تكون خلال فترات الصباح الأولى. مهم جدا تعرض المولود لأشعة الشمس. لذلك كثير من الأطباء يعزون اختلاف المزاج، تطور القدرات العقلية لدى المولود انعكاسا من الموسم الذي ولد فيه. دكتور، يعني حسيت انه كأن الواحد لازم يحط أجندة صراحة ويعمل حساب فعلا الطقس يعني على المولود. مهم جدا، دائما أنصح أي مرأة ترغب في الحمل بعدة أمور. الأمر الأول، يجب أن نتأكد من الفترة المناسبة للولادة. قد تكون الأم تدرس على سبيل المثال، فليس من المناسب أن يأتي فترة الولادة في الأشهر التي تكون هي منهمكة في الاختبارات. إن ولدت قبلها فسوف تهمل في اختباراتها، وإن ولدت بعدها فرح سوف يكون أداؤها في الامتحانات غير جيدا. الشيء الآخر، يجب أن يضع الإنسان له أولويات، ويجب أن يضع له جدول مقنن. نعرف أن الحمل بمشيئة الله عز وجل، ولكن يجب على الإنسان يبذل الأسباب أن تكون الولادة في الوقت المناسب، لأن هذا المولود هو عبارة عن مسؤولية. قد يكون الشغف قبل الولادة بالحمل وما سيحدث بعد الولادة، لكن هذا المولود مسؤولية. يجب أن تكون الأم والأب على دراية بأن يراعوا الحالة الصحية والحالة الاجتماعية والحالة النفسية لهذا المولود. طيب دكتور، ممكن بعض المرات أنهم يطلبون مثلا يسوون عملية قيصرية بسبب يعني توقيت معين؟ ليست كثيرة. قد تكون الأسباب للعملية القيصرية لأسباب نفسية للمريضة نفسها، أو أسباب تجميلية. بعض المريضات لا يرغب بالولادة الطبيعية. يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية الدكتور بندر العبد الكريم، استشاري العقم وأطفال الأنابيب والمساعدة للإنجاب. شكرا لك. شاكر لكم استضافتكم. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن أكيد إحنا مستمرين في فقراتنا.